ذكرت لكم حادثة مرات أعيدها لأهميتها. إن نادر من يصنع هذا في هذا الزمان من المشايخ أو غير ذلك. واحد كان تونسي رحمة الله عليه، كان كل ما رأني يقول لي امشي معي إلى شيخي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، هذا من أهل الباطن، وشيخك الشيخ عبد الرزاق من أهل الظاهر، ويأتي بهالكلام. لك يا رجل حل عني، والله دائما كل ما رأني يقول لي هذا. والله فقلت لي لسيدي الشيخ بشير كمال، يا سيدي واحد على الآن هيك لك، كل ما بيشوفني يقول لي شيخكم وشيخنا، شيخكم وشيخنا، مع أن شيخه هو شيخي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري كذلك، الله أرضى عنه. هو كان إذا اجتمع بسيدنا الشيخ عبد الرزاق كل واحد يقبل يد الآخر ويعظم الآخر، لكن سفاسف أمور وقع بها هؤلاء المخذولون. فقلت يا سيدي شيخ أبو الأمين هكذا بصير ما. فقال له، قل له لهذا تونسي، قل له هذا كلام باطل، مو باطن، شو اسمه، باطل مو باطن، هذا قل له هذا باطل وليس بباطن، هذا قل له هذا كلام باطل، إن أردت أن تجذب أناسا إلى شيخك فاذهب إلى ساحة المرجى، فيها الشباب التائهون، وفيها وفيها اذهب وادعهم وجئ بهم إلى شيخك، وترى تلميذا قاعدا عند رجل من أهل الحق والاستقامة تفسده على شيخي ثم تأتي به إلى شيخك. ثم قال لي اسمع هذه الحادثة، اسمعوها ولطالما ذكرتها. قال لي يوم من الأيام تلميذ هرب من شيخه وذهب إلى سيدي الشيخ محمد الهاشمي رضي الله عنه، وقعد يريد الطعن بشيخه كما هو شأن الأباق، شو سيدي مخذولين. والله لما انتهى من الكلام قال سيدي الشيخ الهاشمي لخادمه أبي سليمان المنير، أقول يا شعب الحكيم رحمه الله رضي الله عنه، قال قم واستأجر لنا سيارة. نعم غاب، جاء بالسيارة، قال السيارة حاضرة، قال بسم الله، أخذ التلميذ وأخذ خادمه أبا سليمان المنير وذهبوا هكذا إلى بيت شيخ هذا المريد الآبق. دخلوا بيت الشيخ وقعد سيد الشيخ الهاشمي وهو يعتذر من الشيخ عن هذا التلميذ، قعد هكذا، يا سيدي سامحونا، يا سيدي أخطأنا في حقكم، العفو منكم يا سيدي، وهكذا وترك التلميذ عند شيخه ورجع سيد الشيخ الهاشمي. قال لي هكذا يصنع الشيوخ، هكذا يصنع الشيوخ. واحد ذهب مرة إلى حلب، وين هذا حلبي، خطاب هذا حلبي، نعم، صلى في الجامع هناك، جامع الأموي عندكم سيدنا زكريا، نعم الله يرضى عن الحفار، نعم الشاهد ما كل ما يعلم يقال، نعم رأى سيدنا يحيى الحصور، نعم وقال هذا قبيل وفاته، نعم وقال له سيدنا يحيى الحصور، جاء سيدنا يحيى سلم الحاصل رآه وقال له سيدنا يحيى الحصور عليه الصلاة والسلام، قالوا يا أهلا وسهلا بمؤذن مسجد والدي، سمع منه. نعم الحاصل هذا التلميذ عند شيخنا الشيخ عبد الرزاق سافر إلى حلب، صلى الفجر هناك، بعد الفجر الشيخ يعلم القرآن، قعد بين أيديهم، وصل الدور عنده فقرأ، فلما انتهى قال له هذا الشيخ الحلبي، انظر إلى الصديقين الربانيين، ما قال له تعال عندي أنا بعطيك إجازة بسرقه، لا نعم كما يصنع لك كثير من الناس هكذا، وين هذا، إن لله وإنا إليه راجعون، ما كل ما يعلم يقال، هذا يصنعه مول المريدون، خليها بالصدر هون. وحسبنا الله ونعم. قال له ادعو لمن علمك،
ادعو لشيخك الذي علمك القرآن. من علمك القرآن؟ قال له الشيخ عبد الرزاق العلبي. ارجع إليه وبره والزمه وأحسن إليه على هذه التلاوة وهذه المخارج وعلى هذا. وحببه الشيخ، قال له اذهب إليه والزمه والزمه. الله يرضى عن سيدي الشيخ حسين خطاب شيخ القراء. هلا كثير من الطلبة بياخذ إجازة بينسى القرآن كله، إذا قعد مجلس عمق القرآن بيقعد بجنب الشيخ، يعني إنه هو صينه شيخ مثله، يستحي أن يقعد مع التلامذة ويستحي أن يفتح المصحف ويقرأ، إنه أنا شيخ وأنا مجاز. أما شيخنا شيخ القراء سيد الشيخ حسين خطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو شيخ القراء، صلى في المدينة فوجد حلقة علم، حلقة قرآن، فقعد معهم، قعد مع التلامذة والتلامذة يقرؤون حتى وصل الدور عنده وقرأ صحيفة من القرآن. فهذا الشيخ المعلم القرآن هناك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما انتهى الشيخ حسين من التلاوة قال له هذه تلاوة لا يحسنها إلا شيخ قراء. قال هي تلاوة شيخ قراء، من أنت؟ فذكر له وله إنه الشيخ حسين خطاب شيخ قراء بلاد الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له لابد أن نأخذ عنك ولابد أن ننتسب إلى سندك، فأرسل وله من المدينة إلى الشام. قال له تذهب أبدا اقرأ ختما عن ظهر قلب عند الشيخ حسين خطاب وخذ إجازة وتعال حتى يكون لنا وصلة بهؤلاء الربانيين. الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا أما المعصية، صليتم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فهي حجاب المعصية ولا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على ما مضى ورد المظالم وإرضاء الخصوم. وإرضاء الخصوم، الله يصلح الأحوال ويهدي البال. فإن من لم يصحح التوبة، نعم، وأراد ولم يهجر المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة، هذا حال كثير من الحمقى في زماننا، تراه عاقا بأمه. أنا أعرف هذا شخصا عاقا بأمه، أمه أرملة تقف على الفرن ساعتين حتى تشتري الخبز، وعنده نمردة وعنده ثم حاط الصفحة على التيسبوك بدأ يتكلم مقام أهل المكاشفات والأولياء يا مسكين. ونصحته فما انتصح، وزجرته وزبرته مثل الحائط، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. كل مدة يهرب إلى إنسان لا يعرفه، يعني أنا عرفته هرب من عندي خلاص وقته مكشوف، راح لعندك يخدع شيخا آخر شهر شهرين ثلاثة يظهر ثم يذهب إلى غيره وهكذا.